الكثيرون يدعون أنهم هم المهدي، خرجوا وسيخرجون، وكل زمن يطلع لنا واحد يقول أنا المهدي. إيش درى أن المهدي إذا طلع أنه هو المهدي الموعود؟ إذا بايع الناس تأتيه الأمم من كل الأرض، من الشمال، من الجنوب، من المشرق، من المغرب، يأتون أفواج وأمم تبايعه على القتال في سبيل الله وعلى نصرة الإسلام. ولكن يرسل جيش من الشمال، يرسل جيش إلى مكة لقتال من؟ لقتال هذا المهدي. فيخسف الله عز وجل بهذا الجيش بأوله وآخره، حتى المجبور منهم يخسف به ويبعثون على نياتهم. إذا سمعت بهذا الخسف لهذا الجيش الذي سيقاتل هذا الرجل فاجزم أنه هو المهدي، ويبدأ القتال في سبيل الله، تكسر الحدود، تزول الفوارق، أمة واحدة، جسد واحد، مسلمون وكفار، فسطاطين، ما في ثالث، ما في واحد يندس بين أهل الإيمان. ويبدأ القتال مع الروم، ويتوجهون إلى القسطنطينية، إلى تركيا، وتدخل الجيوش، جيوش الإسلام، وتفتح القسطنطينية، ثم تتوجه إلى أوروبا، وتصل إلى مدينة تسمى رومية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، بهذا اللفظ، يعني شنو روما؟ روما يعدهم وهو في المدينة أنها ستفتح حتى بلا قتال. مدينة النصارى عاصمتهم ستفتح في آخر الزمان. حتى إذا وصل المسلمون إلى أوروبا ودخلوا إلى وسط أوروبا، صاح المنادي، الشيطان يتمثل بصورة إنسان يناديهم أن الدجال خرج. طبعا مجاهدين، منو في بيوتهم؟ عيالهم وأهلهم، كل واحد تارك أهله وعياله، والدجال مو شيء سهل، أعظم فتنة تمر على الأرض كلها. فيتوقفون. طبعا ما كان قد الدجال قد خرج، لكن أراد أن يصيح الشيطان علشان يوقف الفتوح، الفتوحات. فيرسل القائد في ذلك الزمان 10 فوارس، يرسلهم ليتأكدوا من الخبر، والناس على الخيول، الله أعلم، قد تكون خيول حقيقية وقد يكون فقط لتقريب الصورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن 10 هؤلاء اللي يرجعون للجزيرة يتأكدون طلع الدجال ولا لا، يقول أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على وجه الأرض يومئذ. الله أكبر، نسأل الله أن أكون منهم. كل واحد يتمنى أن يكون منهم. يرجعون يتأكدون، لما يرجعون نعم يخرج الدجال. كل واحد وين يروح الحين؟ يروح حق أهله، يحفظ أهله وعياله، خلاص الآن هذا الدجال، هذا ما في فتنة أعظم في الأرض منها، من يستطيع أن يواجهه أصلا. يمكث في الأرض 40 يوما، أول شيء يدعي النبوة، بعدين يدعي الألوهية والربوبية. يخرج بين العراق والشام، منطقة بين سوريا والعراق يخرج منها، هو موجود، كان مختفي وكان موجود يعني في بعض البلاد، ويخرج معه اليهود من أصبهان، منطقة في إيران، يخرج منها 70,000 من اليهود معه يقاتلون، ويجول الأرض كلها 40 يوم، ما يدع أرضا إلا ويطأها، إلا مكة والمدينة ما يقدر يدخلها. أول يوم كسنة، ثاني يوم كشهر، ثالث يوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. فتنة عظيمة، كل واحد في بيته، كل واحد خايف على أهله وعياله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي يسمع فيه بأرض فلينأى، يطلع يروح أرض ثانية لا يواجهه، وإذا واجهته استعذ بالله وقرأ فواتح سورة الكهف. حفظوها عيالكم، حفظوا عيالكم سورة الكهف. صحيح أنه أعور، وأنه يعني منظر مخيف، وأن مستحيل الإنسان يظن أنه ربه، لكن بما أعطاه الله من فتن، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، بل يأمر الميت أحيانا فيخرج من قبره، وإذا كفر به الناس أدخلهم نارا يظنونها الناس نار لكنها جنة، ويدخل من آمن به الجنة، يشوفون الجنة بعيونهم، يظنها الناس جنة وهي نارا. فتنة عظيمة، شيء خطير يا أخوان، مو الإنسان يواجه بسهولة، الأصل أنه يهرب، فإذا واجه يقرأ عليه القرآن سورة الكهف، يروح المدينة، لا تقول أنا أختبئ فيها، لا والله لو كان فيها منافق تهتز الأرض لتخرجه منها. يجول الأرض، يذهب كل مكان حتى يأتي للمدينة، الملائكة تمنعه بالسيوف، يشوف من بعيد، يشوف المسجد النبوي. بسألكم سؤال، المسجد النبوي من خارج المدينة كان ترى غرفة صغيرة، بيت صغير وحوله بيوت، هل كان يبين قبل 1000 سنة؟
ما كان يبين، كان بيت صغير، شلون يشوف الدجال من خارج المدينة؟ لكن اليوم يبين. شنو يقول الدجال؟ يقول هذا القصر الأبيض، متى صار فيه بياض إلا في السنوات الأخيرة؟ متى صار بشكل قصر إلا في السنوات الأخيرة؟ والعلم عند الله عز وجل وحده. إحنا ما نجزم إنه نفس الهيئة راح يشوف فيها الدجال. طبعا يطلع له واحد ويقسم من الصين ثم يقوم، القصة طويلة. الدجال يجول الأرض والناس مو عارفة شو تسوي. يجتمع المهدي مع أهل الإيمان والمجاهدين وين؟ في دمشق. ليش نقول دمشق؟ ستعود مرة أخرى للإسلام راية للتوحيد. يجمع المهدي المؤمنين الأبطال في دمشق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المسجد الشرقي في دمشق، يعني مسجد معين قد يكون الجامع الأموي والله أعلم، يجمع المسلمين هناك ليعدوا العدة لمواجهة اليهود مع الدجال. شو نسوي؟ الدجال وين راح؟ راح فلسطين. اجتمع مع اليهود هناك، مقبرتهم هناك يجتمعون فيها، وكأن الأمر يعد. فجأة وهم رايحين صلاة الفجر رايحين يصلون في هذا المسجد يسمعون التكبير، الله أكبر الله أكبر، الناس تكبر في المسجد ويكبرون خارج المسجد واللي رايحين يكبرون. ايش صاير؟ جاءكم الغوث، جاءكم الغوث، ايش صاير؟ عيسى بن مريم نزل، الله أكبر، نزل، لأنه ما مات، رفعه الله عز وجل، سينزل آخر الزمان. هذا دور عيسى بن مريم، هذا وقته عليه السلام، ينزل على جناحي ملك ورأسه يقطر من الماء. يا الله ما أجمل عيسى بن مريم، ينزل في المسجد والناس يصطفون لصلاة الفجر، المهدي يتراجع علشان يصلي، عيسى بن مريم يقول لا لا لا، يجعل المهدي يصلي تكرمة لهذه الأمة. وبعد الصلاة يقوم وشوف أي صلاة، صلاة الفجر، لأن مو أي واحد يصليها، يصليها أهل الإيمان. فيقوم الناس بعد الصلاة يستعدون للمعركة الكبرى، للمعركة العظمى. يقودهم من؟ عيسى بن مريم. والرحيم من دمشق إلى فلسطين لتحريرها، لفتحها. مو شرط حين ما نفتحها، قد تفتح وتعود وتفتح وتعود، العلم عند الله. يذهب عيسى بن مريم معه جيش الإسلام والدجال معه اليهود. فإذا رأى الدجال عيسى بن مريم، هذه كرامة لعيسى، إذا رآه يبدأ يذوب، يتحلل، يذوب يذوب الدجال، لكن الله يمكن عيسى بن مريم من الدجال فيضربه برمحه ويقتل، فيكبر أهل الإيمان ويفر اليهود من ورائه، يختبئون وراء الحجر والشجر، وإذا اختبأوا وراء الحجر نطق الحجر وقال يا مسلم هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل. ضجت الأرض من يهود، سئمت الأحجار والأشجار من أولئك الملاعين، فإذا بهم ينطقون يا مسلم تعال اقتل هذا اليهودي ورائي، فيقتلهم أهل الإيمان وينتصر المسلمون ويفرح المؤمنون. في ذلك الزمان يجلس عيسى بن مريم 7 سنين، لكن بعد النصر يأتي خبر مفجع، يا عيسى حرز عبادي، أخرج عبادي الآن بسرعة بسرعة إلى الجبل، المجاهدين هؤلاء طلعهم إلى الجبل. ليش يا رب؟ وين نروح؟ شو اللي صاير؟ قال إني أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، في خلق طلع لا أنت ولا الجيش يقدرون عليهم. من؟ حتى إذا فتحت، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج مثل الموج في الأرض، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، بين الجبال بين الوديان بين الأشجار بين البنايات من كل مكان يطلعون، وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين ظلموا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. يبدأ يأجوج ومأجوج يسيرون في الأرض لا يدعون يابسا ولا رطبا ولا أخضرا، بل بحيرة كاملة يمرون عليها ما يبقون فيها قطرة ماء. قوم
يفسدون في الأرض كلها، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. تبي تقول لي شنو في الأرض؟ وين الأسلحة؟ وين الجيوش؟ يا جماعة كل شيء تغير، نواميس الكون كلها قامت تختل. وعيسى مع الجنود مع أهل الإيمان فوق الجبل يدعون الله، الأكل خلص، الطعام راح، وجالسين يدعون الله عز وجل. بعدين آخر أي آخر يوم عيسى بن مريم يقول من ينزل يشوف لنا الخبر؟ كلهم خايفين. يطلع واحد أفضل واحد فيهم ينزل، فإذا به يكتشف أن الله عز وجل قد أرسل على يأجوج ومأجوج وملأوا الأرض من زمان ذو القرنين، وهم يتكاثرون لزمن عيسى، يخرجون يملؤون الأرض. الله يرسل عليهم دود صغير يدخل في مناخرهم وآذانهم يقتلهم جميعا صرعى كنفس واحدة. ينزل يشوف الناس، يشوف يأجوج ومأجوج كلهم مقتولين صرعى. يذهب لعيسى بن مريم بشرة، ينزل أهل الإيمان الله أكبر، وانا بدأ فرح آخر ونصر جديد. لكن الأرض انتنت، الرائحة والجيفة قد أفسدت الأرض وما عليها. شنو يصير في ذلك الزمان؟ خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. عيسى بن مريم عليه السلام وأهل الإيمان يدعون الله عز وجل أن ينظف الأرض من نتن يأجوج ومأجوج بعد أن جيفوا وامتلأت رائحتهم من نتنة، فتأتي طيور وتحملهم بعيدا، وينزل مطر فيغسل الأرض، ويحكم عيسى بن مريم بالإسلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب وينتشر الخير ويسلم الكثير من أهل الروم، لأن عيسى بن مريم الذي كان يظنونه إلها وابن الله صار نبيا وعاد، وينتشر الخير. 7 سنين يمكث عيسى بن مريم ثم يموت، ثم يعود الناس بعد زمن إلى الضلال مرة أخرى، وينتشر الكفر مرة أخرى، حتى تخرج دابة. فجأة الناس يتناقلون في دابة طلعت، وقيل ويقال أنها تخرج قريبة من مكة أو في مكة نفسها، تخرج دابة يرسلها الله عز وجل تتكلم، من لأن العلامات آخر الزمان، قوانين الكون ونواميس الكون تختل. دابة تتكلم مثل الناس، الناس يشوفونها يخافون، تقول لهذا أنت كافر ولهذا أنت مؤمن، أنت من أهل الجنة أنت من أهل النار والعياذ بالله. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا بالكون يبدأ يختل، فيخرج دخان يظهر في السماء يعذب الناس كلهم، دخان عظيم يخنق الناس. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. تكثر الفواحش وتكثر المعاصي والفتن في الأرض حتى تظهر 3 خسوفات. شفت الخسوفات اللي اليوم قاعدة تصير في الأرض؟ هذا ولا شيء، خسف عظيم في المشرق، وخسف عظيم في المغرب، وخسف كبير في جزيرة العرب. الأرض تأذن بالزوال، وتخرج علامات وفتن، الكثيرون من الناس ما يعرفون ماذا يتصرفون. أهل الإيمان يزدادون إيمانا، أهل الضلال يزدادون ضلالا، حتى تأتي علامة. علامة إذا خرجت يقفل عندها باب كل توبة، لا يقبل الله بعدها توبة تائب. فجأة يستيقظ الناس، الشمس مو طالعة من المشرق، طالعة من المغرب. الحياة تستمر، لكن 3 أيام تخرج الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا
ولهذا كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتظرون هذا الموقف، توبوا، ترى فجأة في ذلك الزمان يشوف الإنسان الشمس طلعت خلاص راحت عليه، والله لو يبكي دم ما راح ينفعه. بعدها يكثر الكفر بين الناس ويكثر الهرج والمرج، حتى أن الفواحش تقام في الطرقات، يصير الناس مثل الحيوانات خلاص ما يفرقون بين حلال ولا حرام، القتل وسفك الدماء، وينتشر الكفر والضلال في الأرض. بل تأتي ريح من اليمن تخرج من الجنوب تمر على الأرض كلها، تدريش حق الريح هذه؟ ما تبقي مؤمنا إلا قبضته، علشان ما يبقى في الأرض إنسان يعرف الله عز وجل. حينها ترفع المصاحف، خلاص ما حد يحفظ القرآن ولا يعرف أحد القرآن، حتى كلمة لا إله إلا الله ما حد يعرف معناها، الأرض كلها. يقال بعضهم لبعض قد كان في من كان قبلنا أناس تقول لا إله إلا الله، ما حد يعرف، الكفر قد انتشر في الأرض، ما يستحقون الحياة خلاص. يأتون الناس للكعبة فيهدمونها حجرا حجرا، يطلعون كل اللي فيها، الكعبة تهدم والمدينة تهجر. شفت اليوم مئات الآلاف في المدينة، الحرم النبوي، يأتي على الناس زمان في ذلك الزمان ما يمر في المسجد إلا الكلاب والسباع، خلاص تهجر وتهدم، والمصاحف ترفع والدين يرفع والعلم يرفع ولا يذكر الله عز وجل في الأرض. هنا في ذلك الوقت بالذات تخرج نار عظيمة من الجنوب من اليمن، نار كبيرة، وتبدأ النار تنتشر في الجزيرة، تنتشر شيئا فشيئا في الجزيرة، اللي يلحق على عياله يلحق، اللي يلحق على زوجته يلحق، على الإبل، الناس على الخيل، على الإبل، على المراكب، على أي شيء، كل واحد يركب اللي يقدر عليه، يركب ويهربون يهربون يهربون من الجنوب. من يروحون؟ يذهبون إلى الشام، أرض المحشر والمنشر، النار تحشرهم، وبعض الناس يطيح والنار تاكله، بعضهم ما يلحق النار تحرقه، واللي يلحق يلحق. يصلون وين؟ على أرض الشام، أرض المحشر والمنشر. من يبقى في الأرض في ذلك الزمان؟ شرار الخلق، ليس هناك مؤمن ولا موحد ولا من يعرف الله أصلا، كل الحدود قد انتهكت، أسوأ ناس خلقهم الله. في ذلك الوقت يأذن الله عز وجل لنافخ الصور إسرافيل أن ينفخ، انفخ الآن، كل من عليها فان، ينفخ إسرافيل ولا يبقى بعدها على وجه الأرض حي، إنس ولا جن ولا طير ولا وحش ولا حيوان ولا حشرة ولا دابة، كل حي يهلك، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. شو اللي يصير بعد النفخة الأولى؟ في نفخة ثانية ترى، هذا يمكن نسويها في حلقات قادمة، مو الحين ولا الحلقة الجاية، خليها بعدين. شنو راح يصير بعد ما يموت الناس على الأرض؟ في أحداث راح تصير، والناس ميتة، إيه والناس ميتة قبل ما تقوم، ما يبعث الناس لربهم، لا في أحداث، هذا يمكن نأجلها لما بعد هذا. لكن إحنا اليوم قاعدين نشوف العلامات حولنا، إحنا اليوم قد نكون في إرهاصات وعلامات الساعة الكبرى، والعلم عند الله وحده، إحنا ما ندري، الساعة اقتربت من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال، هل إحنا مستعدين لهذه الأيام؟ هل إحنا جاهزين بصلاتنا، بقرآننا، بعملنا، توبتنا؟ أنا ما أقول لك لا تدرس ولا تشتغل، بل لو سمعت نافخ الصور، لو سمعت نافخ الصور وبيدي أحدكم فسيلة فليغرسها، سو ابني، عمر في الأرض لآخر لحظة. أنا ما أقول لك وقف، بالعكس اعمل لهذه الدنيا وعمرها، لكن دينك، آخرتك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ايش سوت لهذا اليوم؟ استعدت لهذه اللحظات؟ انتبه أيها المؤمن، عيالك جهزتهم؟ استعديت وياهم؟ علمتهم، حفظتهم القرآن سورة الكهف، قلت لهم شنو علامات الساعة عشان ينتبهون، ربما يعيشونها، ربما يدركونها. أنا أدري بعض الناس اليوم
من الملحدين والعلمانيين يضحكون على هذه الكلمات، أدري، لأن قلوبهم خاوية من الإيمان. كيفهم كيفهم؟ إحنا نتكلم لأهل الإيمان بس، أما أولئك لهم دينهم، لكم دينكم ولي دين. أنا أقول لأهل الإيمان لنستعد لهذه اللحظة، لا نصير من ممن قال الله فيهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، بل وهم مستعدون جاهزون متأهبون لهذه اللحظات بتوبة صادقة وعلم نافع وعمل صالح واستعداد لهذا اليوم بإيمان قوي ثابت راسخ. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على طاعته وعلى الإيمان، وأن لا يميتنا إلا على الإيمان بالله جل وعلا وعلى الإسلام وعلى الإيمان بالله واليوم الآخر. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة.